خلاصة الكلام، خلاصة الكلام، آدم عليه السلام ربنا حكى قصته في سورة طه، قال له إن هذا عدو لك فلا يخرجنكم الجنة إيه؟ فتشقى، إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، أنك لا تظمأ فيها ولا تضحى، فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ دخله في سكة اللي هي البدن، سعادة البدن، كل كويس هتبقى وتعمل. فلما أكل آدم من الشجرة أضرت بالروح على طول، عصى آدم ربه فغوى، ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. حصل الدرس دوت، وتضرر آدم طبعا باللي حصل ونزل من الجنة علشان ينزل بالدرس ده للناس، يقول لهم فين السعادة، فين الراحة، وعدوك عايز منك إيه، وهيشغلك عن إيه، وهيلهيك بإيه. فربنا اختصر الدرس ده في قوله تعالى قلنا اهبطا منها جميعا. خلاص عرفت الموضوع. فإما يأتينكم مني هدى، الغذاء، الغذاء الحقيقي هدى، فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. فين البدن؟ ربنا ما اتكلمش عنه، انه ملوش علاقه، ملوش علاقه اصلا الموضوع، القضيه كلها مع الروح. من اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن اعرض عن ذكري ذكري فان له معيشه، هيعيش حي بدن، معيشة ضنكا. فين البدن؟ ملوش علاقة. أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال كذلك أتتك آياتنا، طعام، غذاء، سعادة، فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وكذلك نجزي من أسرف، يعني من أسرف اللي كان بياخد المسكنات، اللي كان بياخد المخدرات، اللي كان بياخد المعاصي كعلاج بديل للسعادة. وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. ذلك الآيات بعد كده تكمل تقول لك طب حتى اعتبر باللي فات، أفلم يهدي لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات لأولي النهى. ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما، لكان لزاما وأجل مسمى. طب عايزين الروشتة بقى. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لي لعلك ترضى. خلي بالك، اوعى البدن يشغلك، اوعى البدن يشغلك. ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة، زهرة تدبن، زهرة شكلها جميل لكن ليس لها نفع ولا تسمن ولا تغني، زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. الإيمان. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك. يعني البدن ده أمره سهل، أمره سهل، خليك مع روحك، نحن نرزقك. والنهاية والعاقبة للتقوى. اختصرت الحياة في هذه الآيات من سورة طه لمن فهم وتأمل وتدبر. فهذه خلاصة الموضوع،
النفسيه محتاجه ايه؟ الشباب يقول لك كده، يقول لك النفسيه محتاجه طلعه. لا، النفسيه محتاجه ايمان، النفسيه محتاجه ربنا، هو ده اللي بيسعد النفس.